أمامه وأمالك بحر يخش الكورة يتمكن من تخريج الكورة وتسديدة وسيلفا دوس سانتوس يسجل الهدف الأول. الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي في توقيت 20 دقيقة لعب عن طريق سيلفا دوس سانتوس. الهدف الأول تخريج كورة ممتاز من أحمد العكيشي، لمجة الشهودي يسدد في مرة أولى، الحارس يرجع الكرة، هذه الإعادة أمام أحمد العكيشي خرج كرة ممتازة، لمجة الشهودي في اليسرى يسدد وخد الحارس أمام بن أيوب يسدد الكرة. ويخرج الحارس أيمن بن أيوب خطيرة لصالح النجم الساحلي يمكن يجي التدير. والهدف الثاني، الهدف